قول فيصل مع فيصل علي موسى. صعيد الشخصي. الصعيد الشخصي. من هو فيصل علي موسى؟ طبعا أنا مهندس اتصالات نهاية اليوم. تعلمت البزنس من والدي. من يوم أنا صغير أحب العمل. أحب أجي الشغل. حتى أنا أيام الإجازات أحس بملل يعني. أحس إن الشغل في دمي يعني. أحب أن تكون الأمور منظمة 100%. ما أحب شيء الغلط. ما أحب أن يصير غلط في شغلي 1%. طبعا يصير أخطاء. إحنا كلنا بشر. لكن لما تكون دقيق في عملك تتلافى الأخطاء. والحمد لله الأمور ماشية يعني. الواقعي أم الحالم؟ لا أنا شوفي أنا أحلم بس أحوله لواقع. الاثنين. أما إذا ما تكون مثلاً واقعي بأمور غير مدروسة ما شو فائدة الواقعية. أنا لا أحلم بالمشروع اللي تبغي تعمله وروح خطط له وروح نفذه وروح راقبه راح تنجح. فتحول الحلم إلى واقع. أما فقط واقعي ونهاية اليوم والله السوق طاح. لا والله أنا ما السوق طاح وأنا خلاص أنا بستسلم للإفلاس بعلن إفلاسي. لا جد واجتهد واشتغل أكثر راح يعني تتجاوز المشاكل هذه. أما إذا انصدمت بالواقع وعلى طول استسلمت هاي مشكلة.